بروح لزميلنا محمد الخطيب من الإسكندرية. مساء الخير يا محمد، من فضلك برضو نقل لنا الصورة من عندك. يعني بعد تحية طبعا، يعني خلينا ألتحم في موضوع الحلقة وهو مشاركة السيدات في هذه العملية الانتخابية. طبعا يمكن محافظة الإسكندرية من المحافظات طبعا اللي بتتصدر المشهد بشكل كبير في مشاركة السيدات. يمكن على مدار اليوم امبارح والنهاردة كان في مشاركة كبيرة طبعا من السيدات في الساعات الأولى من صباح اليوم الأول للعملية الانتخابية واليوم الثاني. شفنا عدد كبير من السيدات اللي كان ليهم يعني إصرار وحرص كبير إن هم يشاركوا في العملية الانتخابية على مختلف ظروفهم. يعني كان في يعني امبارح يعني عدد كبير من السيدات يعني كبار السن وكانت ظروفهم الصحيه يعني مش بالشكل السليم، منهم اللي كان موجود يعني على كراسي متحركه ومنهم كان جاي يعني بصحبه يعني الاسره، يعني متعكزين علشان يقدروا يجوا ويعني يدلوا باصواتهم في احدى المقرات الانتخابيه في محافظه الاسكندريه ويشاركوا ويقولوا رايهم في انتخاب مرشحهم في هذا الاستحقاق الانتخابي الكبير. احنا دايما يعني مش بنتفاجئ ان السيدات طبعا بتتصدر المشهد، ولكن ده يعني مشهد معتاد احنا اعتدنا عليه في جميع المحافظات الحقيقه ومش بس في محافظه الاسكندريه، ولكن يمكن محافظه الاسكندريه هي من المحافظات اللي دايما السيدات فيها بتتصدر المشهد بشكل مستمر وبشكل كبير. هذا فيما يخص طبعا يعني مشاركه السيدات والمراه في المحافظه، ولكن بشكل عام المشهد الانتخابي في محافظة الإسكندرية هو بيسير بشكل منتظم جدا وبشكل مرتب. يمكن من يعني دقائق كانت هناك زيارة لوفد من نزاهة اللي هي الانتخابات الرئاسية، يعني هذا الوفد يأتي لمراقبة الانتخابات ومتابعة الانتخابات. يمكن كان لنا حديث معاهم وأكدوا يعني وأشادوا بالتنظيم وأشادوا بمشاركة كبيرة من جميع شرائح المجتمع المصري في محافظة الإسكندرية، وأكدوا أن يعني الشباب كان ليه مشاركة كبيرة، السيدات كانت ليها مشاركة أيضا ملفتة، كبار السن كان ليهم مشاركة أيضا يعني ملفتة داخل المقرات الانتخابية، وأكدوا أن العملية الانتخابية تسير بشكل ناعم جدا وبشكل منتظم وبشكل هادئ. بنتكلم على محافظة الإسكندرية، بنتكلم على يعني كتلة صوتية لا يستهان بها، بنتكلم على حوالي 4 مليون و 300 ألف ناخب من هم لهم الحق في الانتخاب، موزعين على 18 لجنة عامة في 340 مركز انتخابي وحوالي 533 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 36 لجنة خاصة بالمغتربين من لهم الحق في التصويت. طبعا مش لازم يكون يعني المرشح الناخبين اللي موجودين في المحافظة يروحوا محافظات تانية علشان ينتخبوا يعني المرشحين، لكن في لجنة خاصة بالوافدين أو المغتربين علشان يدلوا بأصواتهم ويشاركوا في العملية الانتخابية. المشهد الانتخابي مشهد يعني في محافظة الإسكندرية يسير بشكل يعني مرتب جدا وبشكل منظم جدا. هناك طبعا تواجد شرطي وتواجد أمني في جميع الشوارع وفي جميع الميادين لتنظيم سير العملية المرورية عشان ما يكونش في عوائق أو يكون في زحام أو تكدسات تعيق وصول الناخبين إلى مقراتهم الانتخابية. ده طبعا بالإضافة إلى انتظام العملية الانتخابية منذ طبعا الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني، القضاة متواجدين في مقراتهم الانتخابية، فتحوا اللجان، بيقدموا كافة التيسيرات والتسهيلات للناخبين ليشاركوا في العملية الانتخابية بكل سهولة وبكل أمان وبكل سرية، وكل واحد من الناخبين يدلي بصوته بكل حرية. يمكن ده المشهد اللي موجود معانا من داخل محافظة الإسكندرية وبالتحديد من مدرسة محمود سامي البارودي، وأعود إليكم مرة أخرى. بشكركم زميلنا محمد الخطيب من الإسكندرية وزميلنا رامي محمد من الشرقية.